بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونسألك يا مولانا وأنت الكريم أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا مولانا أن ترد عن المسلمين كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وعدوان المعتدين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم اجمعنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم جمع شتات المسلمين، واجعلهم أمة واحدة بفضلك وكرمك ومنتك يا كريم. ونسألك يا مولانا أن تلحقنا بالسابقين إليك على الإيمان، وأن تجمعنا بهم مع حسن الختام في أعلى فراديس الجنان، بلا سابقة عذاب ولا هوان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فما زلنا مع صحيح البخاري في باب التفسير. البخاري رحمه الله أنفق من عمره في هذا الكتاب 16 عاما، جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعا مستفيضا على قدر ما أعطاه مولاه. وقرأنا أنه جمع ما يزيد على 900,000 حديث، إلا أنه انتخب منها هذا الصحيح، ولذلك سمي بصحيح البخاري. إذن عنده من الأحاديث جمع كبير، إلا أنه نخلها وانتخب منها ما كان قد سمعه مشافهة، عن الذي سمع مشافهة، عن الذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه ثبتا صادقا لا يلتوي في شيء مما يقوله عن رسول الله صلوات الله عليه. ولذلك يعني اتفق العلماء، واتفاق علماء الإسلام دائما يعتبر حجة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. اتفقوا أي العلماء على أنه أصح الكتب المصنفة في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل. والشيخ البخاري رحمه الله نظم الكتاب تنظيما، فجعل كل باب يشتمل على ما تحته. باب التفسير إذن فيه كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آيات القرآن. وكما قلت، وأنا يعني أكرر هذا من باب التثبيت والتأكيد،
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر تفسيرا لفظيا. لماذا؟ لأن العرب كانوا يعلمون، كما أخبر عنهم رب العالمين في قوله تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. طالما هم يعلمون الألفاظ والتراكيب وجاءت آيات القرآن على ما يعلمون، إذن لا يكون هناك تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم. متى يفسر؟ إذا كان المعنى جديدا عليه. فإذا جد المعنى في آية من القرآن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من باب التفسير النبوي. يعني هذا تفسير إيه؟ نبوي، لا يمكن أن يكون عند أحد من الناس سوى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو صلى الله عليه وسلم الذي يستطيع أن يقول هذا المعنى، كما رأينا في الآية التي التقطها في سورة ياسين، وما كان في سورة الصفات، وما كان في سورة صاد. ونحن اليوم أيضا سنلتقط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل في هذا الكتاب ليكون علما جديدا في معاني آيات القرآن لم يكن ذلك لأحد بعد رسول الله ولا قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونحن قد وقفنا عند باب قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في هذه الآية والأرض جميعا، حينما نقف عند جميعا نلحظ أن الله عز وجل جعل الأرض وإن كانت مفردة إلا أن لها أجزاء، وهذه الأجزاء على كل جزء فيها حياة. فحينما يقول والأرض جميعا يعني بكل أجزائها، بجميع أجزائها في قبضة المولى تبارك وتعالى. ومعنى في قبضته أنها رهن إشارته، يفعل فيها ما يشاء بإرادته وقدرته وحكمته، وهو على ما يشاء قدير. وإذا أراد شيئا فإنما يقول للشيء كن فيكون. إذن حينما يقول جميعا بعد الأرض وهي مفرد، نفهم من هنا يعني أن كل ما في الأرض من أجزاء، سواء كانت الأجزاء في ارتفاع، في انخفاض، فيها مياه، فيها يابس، إذن كل هذا في قبضة المولى عز وجل. ومعنى في قبضة المولى كما يفهمه البلاغيون يعني هي رهن إشارته، ألا له الخلق والأمر. هذا هو معنى القبضة، حتى لا يكون هناك تكسيم، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وإنما يعبر لنا بالعبارات التي نفهمها نحن. فلان في قبضة فلان، بمعنى أنه لا يستطيع أن يقول شيئا إلا بإذنه، ولا أن يفعل شيئا إلا بإذنه، ولا أن يتحرك إلا بإذنه، وليس في قبضة يده على المنظور، وإنما يقال فلان في يد فلان، والمعنى أنه رهن إشارته، يفعل بأمره وينتهي بنهيه، ولا يتحرك إلا تحت إشارته. هذا هو معنى والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نفس المعنى الذي فهمناه من قوله تعالى قبضته. إذن مطويات أي هي تحت أمره، وهي طوع له، فإذا أراد
فإرادته نافذة، ولا راد لحكمه ولا معقب لقوله، وهو الكريم وهو على كل شيء قدير، يعني مع كرمه قدير. وسنقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: رفع الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدار الآمن. آمين. باب قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ صلى الله عليه وسلم يحدثنا عما سيكون في يوم القيامة، وهو اليوم الذي لا نعرف كنهه ولا حقيقته ولا ما سيقع فيه إلا من خلال كلام الله ومن خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اليوم لم يأتي بعد، وطالما أن اليوم آت لا ريب فيه، إذن يحدثنا ربنا عز وجل عنه ويفسر هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلوات الله عليه يقول على ما فهمنا: يقبض الله الأرض، كما فهمنا في معنى قبض الله الأرض، ويطوي السماوات بيمينه، يعني تكون الأرض تحت أمره والسماوات كذلك، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقد عرفنا من خلال ما قرأنا أن الله عز وجل حينما يجمع الأولين والآخرين في الآخرة على الأرض البيضاء المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن الأرض التي نعيش عليها كانت أرض الصالحين والطالحين، في يوم القيامة هناك أرض أخرى، وهذه الأرض هي التي يكون عليها البعث. يجتمع الناس من يوم أن خلق الله آدم إلى آخر يوم في الحياة، كل الذين كانوا يعيشون على أرض الله من يوم أن خلق الله آدم إلى آخر مولود يجتمعون على هذه الأرض. الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والعالم والجاهل، والذي كان في شرق الأرض والذي كان في غربها، كل الذين كانوا أحياء من الإنس والجان يجتمعون على هذه الأرض المبدلة، ثم يرسل الله عز وجل ملكا، ملكا بالفتح، أن الملك من الإنس والملك هو الذي خلقه الله من نور، يرسل الله من قبله ملكا ليعلن على الناس، ليقول لهم: إن الله عز وجل يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وجاء في الخبر الذي قرأناه أن الكل لا يستطيع أن يقول شيئا. أي ملك يستطيع أن يتكلم في هذا اليوم الذي صار فيه الملك لله؟ فكل ملك صار عبدا، وعبدا محملا بأوزاره، وكل إنسان يقول: نفسي نفسي. الإنس والجن والملائكة صاروا في هذا اليوم على خوف، لأنهم يخافون غضب الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون، ويزداد خوفهم في هذا اليوم. في هذا الوقت لا يستطيع أحد
أن يقول كنت ملكا فيأتي كلام على لسان الملك من الله عز وجل، الله يقول لكم الملك لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وهذا كما سيأتي في سورة غافر التي ستأتي من بعد يدل على أن هذا اليوم فيه شدة على جميع خلق الله إلا من كان من أهل صالح العمل وطيب القول. في هذا اليوم الذي فيه هذه الشدائد يرى أهل الإيمان والاتصال بالله أنفسهم في أمن وأمان من كل المخاوف التي في هذه اللحظات. وقد ورد في الحديث القدسي من لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا، يعني في هذه الحياة التي يعيشها، من خافني في الدنيا أمنته يوم الفزع، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. إذن الذين يخافون في هذا الوقت هم الذين كانوا يعيشون وقد أمنوا على أنفسهم بشهواتهم وأموالهم ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني عاشوا لحياتهم، فلما عاشوا لحياتهم في دنياهم جاءوا في أخراهم في موقع الخوف خائفين وجلين، لأنهم لما أمنوا أنفسهم في دنياهم اعتراهم الخوف في أخراهم. ونسأل الله عز وجل أن يكون لنا الأمن والأمان في أخرانا، وأن يجعلنا من الصابرين على ما كان في دنيانا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.